دنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه جميل المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش مع الحصيله اليوميه. اذا نعطيكم الحصيله متابعين الاوفياء. الحصيله باغي كترتفع للاسف الشديد، الارقام قياسيه، الارقام كارثيه بكل المقاييس. 7184 اصابه جديده فيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، و105 ديال الوفيات للاسف الشديد. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 7184 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبهذا الحصيلة كترتفع للأسف الشديد. الله يحفظنا والله يحفظ الجميع أكيد متابعينا الأوفياء. إذن عدد الوفيات اللي وصلت للأسف الشديد 105 ديال الوفاة. طلبوا الله السلامة والله يرحم ضحايا كوفيد 19. أما فيما يخص عدد حالات الشفاء فقد سجلت 9278 حالة شفاء إضافية. طلبوا الله السلامة أكيد متابعينا الأوفياء والله يعفى علينا هذا الوباء. مزيدا من الحيطة والحضارة الأرقام بدات كترتفع، والأرقام كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. إذا نعطيكم الحصيلة حسب الإصابات والوفيات بكل الجهة. إذا جهة الدار البيضاء أصبحت 2975 إصابة 23 وفاة. جهة الرباط سلا القنيطرة 887 إصابة و 18 وفاة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 619 إصابة و 14 وفاة. جهة سوس ماسة 257 إصابة و 11 وفاة. جهة مراكش السفي 512 إصابة و 11 وفاة. جهة درعا تافيلات 316 إصابة و 2 ديال الوفيات. جهة العيون الساقية الحمراء 125 إصابة و 3 ديال الوفيات. جهة فاس مكناس 311 إصابة و 4 ديال الوفيات. جهة الشرق بنيمل جهة الشرق 532 إصابة و 7 ديال الوفيات. جهة بني ملال الخنيفرة 445 إصابة و 6 الوفيات. جهة قلميم واد نون 144 إصابة و 5 الوفيات. جهة الداخلة واد الذهب 61 إصابة و حالة وفاة. طلبوا الله السلامة أكيد متابعينا الأوفياء. الأرقام ولات كتخلع للأسف الشديد، أرقام قياسية والأرقام كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. طلبوا الله السلامة أكيد ما فيها باس أنكم تردوا البال، وما فيها باس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات مازال كتسجل بالأرقام اللي كارثية للأسف الشديد. إذن إقليم العرائش بدوره كتسجل تقريبا 48 إصابة جديدة فيروس كورونا وحالة وفاة واحدة بالإقليم. ما فيها باس متابعين الأوفياء أنكم تردوا البال، وما فيها باس أنكم تكونوا على بال، خاصة أن عدد الإصابات ما زال كترتفع والأرقام كارثية بكل المقاييس. إذا توهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. إذا كنشكر جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. نتمنى أننا نتلقى بكم موعد لاحق إن شاء الله، وتحياتي للجميع.